مرحبا يا حلوين، بتمنى كلكم تكونوا بخير. انتوا عم تحضروا فيديو اليوم، انا هدى خبيرة مكياج وخبيرة بشرة. بهذا الفيديو بدي احكي عن اللانسز، كيف فينا نهتم باللانسز، كيف نحط اللانسز ونشيل اللانسز. فكل المعلومات اللي حابين تعرفوها عن موضوع اللانسز او العدسات اللاصقة حاحكي عنها بهذا الفيديو. اذا حابين تعرفوا اكثر خليكم عم تحضروا الفيديو للاخر، واذا كنت اول مرة عم تحضروني مش مشتركين بقناتي ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتكبسوا على زر الجرس ليوصلكم تنبيه، وتابعوني على انستغرام وتيك توك. وهلا خلينا نبلش بفيديو اليوم. أول نقطة هي نوعية اللانسز. في لانسز بتناسب عيني بس يمكن ما تناسب عينكم، مش معناته إذا هيدا اللانسز ما ناسبت عيني ما رح تناسب كمان عيونكم أو عيون حدا تاني، لا بالعكس، ممكن لانسز تناسب عيني ما تناسبكم وممكن تناسبكم ما تناسبني لإلي، فهيدا الشيء بيختلف من شخص للتاني. ليش في عيون بتحمر لما بتحط لانسز؟ العيون بتحمر ممكن لأنها تكون منشفة، أو ممكن لأنه تكون عندها حساسية بعيونها، أو لأنه اللانسز ما ناسبت لها عيونها، فمشان هيك بصيروا بيحمر. اذا كنتم من الاشخاص يلي عيونهم بنشفوا مثل عيوني، فاكيد بنصحكم تستعملوا هول الاطرات اللي اسمهم اوفتالميك سوليوشن، بتلاقوه موجودين بالصيدليات لحتى هيك يرطبوا قلب العين. انا بستعمل هول الاطرات قبل ما احط اللانسز، لانه اللانسز ما بتلقط بقلب عيني اذا كان لانه عيني كثير بتنشف، فبستعمل من هول الاطرات قبل، واكيد خلال النهار بس استعملها برجع بحطها معي بالشنطه، كثير سهله اني احطها بالشنطه وبصير اطر خلال النهار منهم، لانه بس تنشف العين بتصير كتير مزعجة اللانسز، يعني بتزعج لكم عينكم، فأكيد بنصحكم تستعملوا من هول الأطراد. كمان إذا كنتم من الأشخاص اللي بياض عيونكم منه كتير صافي، فبنصحكم أكيد تستعملوا الأطراد لحتى تصفي بياض العيون. هول أطراد بنصحكم تستعملوها إذا كان عندكم مناسبة أو إذا كنت عروس، ما بنصحكم تستعملوها لفترة كتير طويلة، أنا بفضل بس إذا كان عندكم تصوير أو إذا كان عندكم مناسبة أو إذا كنت عروس، كمان بحب كتير استعملها هيدي الأطراد لحتى تصفي بياض العين. ولنوعية اللانسز، أنا جربت براندز ناسبت لي عيني وفي براندز ما ناسبت لي عيني وزعجتني لما استعملتها. من البراندز اللي جربتها وحبيتها يلي هي الكالر فيجن، هيدا البراند كتير حلوة على فكرة، كتير هيك خفيفة بقلب العين ومريحة، يعني ما بتحسوا ان انتو حاطين لانسز بقلب عينكم. تتكون من 55% مي لحتى تكون مريحة بقلب العين وتضاين لأكثر من 14 ساعة. والحلو فيها واللي بيميزها عن غيرها، اول شيء الوانها كتير حلوة وكتير طبيعية، وبنفس الوقت بتبين كتير طبيعية بقلب العين، فهيدي الشغلة كتير حبيتها فيها. فأول ما بتجيبوا اللانسز رح تجي بهيدا الكونتينر او بهيدا العلبة، رح يكون فيها، رح تكون اللانسز موجودة بهاي العلبة اللي فيها سوليوشن. هذا المحلول اللي بقلب هيدا اللانسز هو محلول فيه مواد حافظة، يعني انا لما بدي اجي احط اللانسز ما بشيلها دغري من هيدا المحلول ودغري بحطها بقلب عيني، لا، لازم شيلها غسلها بالمحلول الخاص باللانسز ومن بعدها حطها بقلب عيني. اول شيء لما بدي احط اللانسز فضل تحطوا اللانسز قبل ما تحطوا ميك اب، عشان اذا دمعت عيني ما تخرب لكم المكياج عن وجهكم. تاني شيء اذا كانوا عيونكم من العيون الجافة او اللي كتير بنشفوا، فاكيد بنصحكم تقطروا بقلب عينكم قبل ما تحطوا اللانسز بقلب العين. من بعدها رح اخد اللانسز من الكونتينر يلي موجود فيه المواد الحافظة، سو باخده بهذا الشكل وبحطه على ايدي، برجع من بعدها بدي اخد المحلول ونظف فيه اللانسز. ضروري كتير هيدي الخطوة، بليز ما تحطوا دغري اللانسز من الكونتينر اللي اجت معه ودغري بقلب عينكم، سو بنظف فيه بهذا الشكل اللانسز. هلا كيف بدي اعرف انه هيدا اللانسز اذا هي مبرومه او مقلوبه او منها مقلوبه؟ بدي اطلع بلون اللانسز. سو انا لما بتطلع بلون اللانسز، اذا شفت اللانسز اول شيء مثل ما شايفين في هون اللون الغامق وهون اللون الفاتح. اذا كان اللون الغامق، هو لازم يكون اللون الغامق لبرا، اذا كان اللون الغامق مبين من جوا اوكي واللون الفاتح من برا، فاكيد لازم ابرم اللانسز. بينما اذا كان اللون واضح عندي هون، انه هون الغامق واضح شايفته انا واللون الفاتح موجود جوا، لما بدي احط اللانسز بقلب عيني بحطها على اصبعي مش على ضفيري، وحتى لما بدي اشيلها بدي انتبه كتير منيح مشان ما اخزق اللانسز، ساعتها ما بقى فيي احطها بقلب عيني وحتزعجني عيني كتير. كيف بدي احط اللانسز بقلب عيني؟ هلا رح قلكم انا شخصيا كيف بحط اللانسز بقلب عيني، لانه انا حدا سوبر برمش، كتير 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 برمش وكتير بتضايق، فمشان هيك بستعمل هيدي الطريقه لانه كتير بتريحني انا وبحط اللانسز بقلب عيني. الطريقه هي انه انا رح اخذ، حامسك جفني من هون بهذا الشكل، رح عليه وبهذا الاصبع رح امسك جفني من تحت وبهذا الاصبع رح احط اللانسز، بتطلع نزول ونظرتي لفوق وهيك حطيت اللانسز مثل ما شايفين،
ما بقدر ابدا حط الا بهيدي الطريقه، لانه في اشخاص بس بيوطوا جفنهم بيطلعوا لفوق وبحطوا اللانسز، انا ما في لحط اللانسز لاني كتير برمش. فمثل ما قلت لكم بكمش جفنه من هون وبكمش بهيدا الاصبع جفنه من تحتاني من هون، نزلها، نزل شوي راسي، نظرتي لفوق عم بطلع لفوق وبهيدا الاصبع بحط اللانسز. طريقه كتير سهله، مشي ثواني بتكونوا حطيتوا اللانسز وما بتدمعوا ابدا، لانه مثل ما قلت لكم انا حدا كتير برمش، سو بعتمد هيدا الطريقه. وهيك بنكون حطينا اللانسز بطريقه كتير سهله. هلا اخر النهار لازم ضروري نشيل العدسات قبل ما ننام، ممنوع ننام فيهم مشان ما تتحسس عيننا، مشان ما تنشف كمان عيننا كتير، فلازم نشيل العدسات اخر النهار. لما بنشيل العدسات بنحطهم بهذا الكونتينر، هذا الكونتينر بيجي مع العدسات، في عندنا هون ال وعندنا ار اللي هي left ورايت، او في عندي هذا الكونتينر بيجي ترانسبيرنت بقدر اشوف انا لون العدسه اللي موجود فيها، ففضل انا اكثر الترانسبيرنت صراحه. هلا لما انا بخلص من العدسه اكيد هذا بحط له محلول بقلبه، بعبيه محلول، رح فرجيكم كيف. سو بحط بقلبه كله، بعبيه من هذا المحلول اوكي، وبرجع من بعدها بشيل اللانسز. لما بدي شيل اللانسز رح شيل بنفس الطريقه، رح اعلي، رح اسحب اللانسز باصبعي مش بضفري، انزول لتحت اوكي. انتبهوا كتير منيح باصبعكم اسحبوا اللانسز مش بضفركم. سو بنفس الطريقه رح اعلي، رح اطلع نظرتي لفوق، رح اسحب اللانسز هيك انزول، ومن بعدها صار في شيله بهي الطريقه اللي كتير سهله. واكيد من بعدها بقدر حطها بهيدا الكونتينر بالمحلول هيك بحتفظ فيها. اكيد لما بدي ارجع استعملها مره تانية بدي ارجع شيلها نظفها بالمحلول وحطها بعينه، ولما بدي ارجعها بفضل اني اكون مغسلتها للكونتينر وحاطه محلول جديد مشان ما انقل بكتيريا بقلبها. سو شفنا كيف بنحط العدسات وكيف بنشيل العدسات، كيف بنحتفظ فيهم، كيف بنغسلهم ونهتم فيهم قبل ما نستعملهم ومن بعد ما نستعملهم. مده استعمال او مده صلاحيه لاستعمال العدسات بتفرق بين عدسه وعدسه. من كولر فيجن هيدا بتستعملوه شهري، يعني كل شهر بتغيروها، خلص ما فيكم تستعملوها اكثر لانه بتصير تنقل بكتيريا وبتصير ممكن حسست لكم عينكم، فبتستعملوها شهري. في عدسات فيكم تستعملوها 3 شهور وفي عدسات فيكم تستعملوها 6 شهور. انا بفضل يا اما تكون يومي او شهري او 3 شهور ماكسيموم، ما تستعملون اكثر من 3 شهور. هيك بكون خبرتكم عن كل شيء لازم تعرفوه عن العدسات. اذا حبيتوا هذا الفيديو ما تستعملوا لايك للفيديو وتشاركوه مع اصحابكم لحتى هن كمان يستفيدوا. اذا كنتوا اول مره عم تحضروني ومانكم مشتركين بقناتي ما تنسوا تشتركوا بالقناه وتكبسوا على زر الجرس ليوصلكم تنبيه كل ما نزلت فيديو جديد، وتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي هنا تيك توك وانستغرام، وانا بشوفكم مرة جاي بفيديو جديد. باي باي.